احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الأرض المقدسة بعيد العذراء مريم سيدة فلسطين، وذلك في المزار الذي سمي على اسمها المبارك في دير رفات غرب القدس. بدأ القداس بدخول موكب الأساقفة والكهنة وفرسان القبر المقدس، حيث ترأس المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا القداس بحضور مئات المؤمنين والحجاج من مختلف أنحاء العالم. رحب الأب إبراهيم الشومري بحضور المؤمنين، وبعد تبريك شخص العذراء سيدة فلسطين ألقى الأب حنا كلداني النائب البطريركي للاتين في الناصرة عظة القداس. وقبل الانتهاء أقيمت دورة تقليدية حول المزار، حيث أحيت جوقة الرعاة وجوقة المعهد الإكليريكي التراتيل التي تليق بأمنا مريم العذراء. وفي الختام أعطيت البركة لجميع المؤمنين الذين تباركوا بالمشاركة في هذا الاحتفال بعيد سيدة فلسطين أمنا مريم العذراء. نشكر الله والحمد لله على محبة الناس لأمها مريم العذراء سيدة فلسطين اللي أتوها من كل فلسطين، من الشمال والجنوب والوسط، من الناصرة، من رفيديا، من نابلس، من رام الله، طيبة، جفنة، عبود، بير زيت، بيت لحم، بيت جالة، بيت سحور، كلهم كانوا موجودين لإحياء هذا الاحتفال المميز. وكل عام وأهلنا بفلسطين والعالم بألف خير. سعيد جدا أني أكون موجود هون بهذا المكان دير رفات، هاي المرة الثالثة اللي بشارك فيها صراحة، وفعلا أنا بهاي كل مرة عن مرة بشعر بنعمة العذراء الموجودة هون سيدة فلسطين، كيف أنها بتجمع كل الناس الموجودين من كل الحجاج من كل مناطق العالم، تجمعهم بهذا المكان فعلا بسحر وجمال وجذب تجذبهم حتى كلهم يقطعوا مسافات طويلة ويجوا لهون حتى يصلوا معنا مع كنيسة القدس مع البطركية اللاتينية، يصلوا بهذا المكان المقدس اللي فعلا فيه نعم خاصة. فعلا أنا كل مرة بشعر بكنيسة الجامعة الوحدة يلي هي بتصلي من أجل كل العالم ومع كل العالم باسم يسوع المسيح سيدنا وربنا. إحنا هون موجودين مع كل طلاب السمينير لحتى نحتفل بعيد مريم العذراء سيدة فلسطين. مريم العذراء سيدة فلسطين هي الشفيعة الأولى للأبرشية، وهي عذراء شفيعتنا والحامي عن أرضنا، وزي ما صلينا في نهاية القداس حامي عن هاي الأرض وحامي عنا عن كل واحد فينا، العذراء هي الوحيدة اللي قادرة إنها تحط السلام في أرضنا. فعشان هيك في هاي المناسبة بنصلي لأمنا مريم العذراء ونطلب منها السلام في أرضنا. بنتمنى يا ربي كل سنة يعم السلام على المنطقة هذه، وخصوصا أنه العذراء أم النور دائما بنقدسها وهي أم الأميات في فلسطين هون. بنرحب في نورسات الأردن، أهلا وسهلا فيكم، وبنكلكم كل عام وانتم بخير، ويا رب كل سنة ينعاد عليكم، وإن شاء الله كل سنة بتيجوا كمان بتجرونا وبتشرفونا بهذا الاحتفال الديني الرائع. جسد المسيح، آمين. عيد سيدة فلسطين طبعا بعنينا كثير، بدل انه العذراء هي ملكة فلسطين، هي سوده فلسطين، هي اللي جابت نعمة فلسطين بميلاد سيدنا يسوع المسيح في هذه البلاد المباركة. فجينا مجموعة باص من جفنة عشان نشارك باسم الرعية ونشارك كل المحتفلين هنا من كافة أنحاء العالم من كل الرعايا الثانية، وإن شاء الله سيدة فلسطين بنعمها بعم السلام في بلادنا، وكل عام وانتم بخير. للنورسات مارلين الحدوى من دير رفات غرب القدس.